أهلا بكم، رحب بحضراتكم وأسعد بصحبتكم في خلال هذه الساعات القليلة القادمة في سياق هذه التغطية الحية والمتواصلة حتى الساعات الأولى من صباح الغد، والتي نتابع من خلالها آخر تطورات الأحداث. 24 ساعة حافلة بالأحداث. كان من المفترض أن تكون هناك مظاهرات ومسيرات لجماعة الإخوة المسلمين، أعلنت في اللحظات الأخيرة عن إلغائها. غدا هناك استعدادات للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. اليوم أيضا شهد مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية المصري، مؤتمرا صحفيا عالميا، علق وتوقف أمام العديد من النقاط، وقبل دقائق قليلة انتهت كلمة وجهها الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشعب في حضور قيادات الجيش. مشاهدينا، نتوقف أمام الكثير من هذه الأحداث، نتوقف مع محللينا ومع ضيوفنا ومع مراسلينا في كل مكان. البداية ستكون من عند زعيم التيار الشعبي الأستاذ حمدين صباحي، الذي نسعد باستضافته على عبر الهاتف. أستاذ حمدين، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة منى، ربنا يحفظك ويحفظ مصر يا رب. يا رب إن شاء الله. أستاذ حمدين، لو بدأت من عند كلمة الفريق السيسي التي انتهينا للتو من إذاعتها، أهم ما استوقف حضرتك فيها وتريد أن تعلق عليه؟ التحية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، لجيش مصر الوطني، لأجهزة الدولة الوطنية المصرية، وطبعا لشعبنا العظيم صاحب الإرادة الغلابة المنتصرة بإذن الله. كلمة الفريق أول السيسي النهاردة بتؤكد أن احنا نسير في الاتجاه الصحيح. دولة وطنية مصرية لها إرادة مستقلة، تريد أن تبني على أرضها الحياة اللي يستحقها المصريين، عايزة بشكل واضح وقاطع تقطع دابر العنف وتحقن الدم، وتسمح لكل المصريين أن يشاركوا من خلال خريطة الطريق في انتقال ديمقراطي وفق الخريطة التي أقرتها القوى الوطنية والشعبية بقيادة التمرد، وأعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما انحاز جيشنا كما يليق به ودائما لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو التي هي ثورة يعني تستكمل 25 يناير. يعني أهمية الظهور المتكرر للقيادات العليا في الدولة، يعني اليوم كانت كلمة الفريق عبد الفتاح السيسي، سبقها مؤتمر صحفي عالمي لوزير الخارجية، وبالأمس كان هناك مؤتمرا صحفيا عالميا أيضا لمستشار الرئيس للشؤون السياسية. أهمية هذه اللقاءات في هذا الوقت؟ التعبير عن أن مصر كدولة وطنية يقف وراء دولتها شعب عظيم له إرادة واضحة جدا أنها تستكمل الثورة، وتمثلها إدارة في الدولة عندها ولاء لهذا الشعب وإصرار على تنفيذ منجزاته، ولديها قدر من التماسك كدولة وطنية بتاخد قرارها بما يحقق مصالح المصريين، قادرة تحمي أمنهم وتتقدم باتجاه الإنجاز التحول الديمقراطي اللي احنا نضلنا من قبله ويتم بإذن الله. إبراز الدولة المصرية في هذه اللحظة كدولة متماسكة ومستجيبة لإرادة الشعب المصري أمر بالغ الأهمية، وخصوصا تجاه عالم ثبت لنا أن كثير منه يحيد عن الحق ويتعامل مع مصالحه على حساب مصالحنا الوطنية، ويريد أن يتدخل بشكل يعني لا تقبله مصر. تفهم يعني 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 واضح أن في اختلاف الرؤى بين رؤية مصر لما يحدث على أرضها وبين رؤية بعض دول العالم، وحضرتك تابعت البيانات المتتالية اللي كان لم يكن آخرها بيان الليدي أشتون قبل أيام قليلة، ولا بيان الرئيس الأمريكي، ولا غيرها من ردود الأفعال الدولية. هل البيانات المعلنة أو هل هذه المؤتمرات الصحفية العالمية هي وسيلة أخرى للتواصل؟ هل هي مكملة أو تحل محل اللقاءات كان من المفترض أن تجري في كواليس أو على مستويات أخرى مع هؤلاء المسؤولين الغربيين؟ أولا، كل شأن في مصر هو شأن وطني بالأساس، اللي هيحسم أي قضية في مصر والشعب المصري والدولة الوطنية المصرية. ثانيا، مصر قلب العالم، ومن الطبيعي أن العالم يهتم بيها. وفي فرق ما بين الذين يريدون أن يهتموا بشأن مصر محترمين إرادة الشعب المصري والقرار الوطني المستقل لمصر، وبين اللي عاوزين يتدخلوا خدمة لأغراضهم على حساب مصالحهم. ومصر قادرة على التمييز. أنا من أفضل ما أعتقد أن الشعب المصري يعني عبر عن
نوع من التحمس الشديد له في كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النهاردة. ما ذكروا من معلومة إن قراره بانتصار لإرادة مصر كشعب يوم 30 يونيو لم يتشاور فيه ولم ينسقه مع أي قوة خارجية. يعني أعتقد إن ده واضح من حتى من ردود الأفعال الأخرى إنها كان في قدر من المفاجأة وربما عدم الرضا. بالضبط. فأنا اللي يهمني، هل احنا دولة مستقلة؟ هل قرارنا من راسنا؟ هل شعبنا هو اللي بيملي وادوات دولتنا بتطوع الشعب؟ انا اعتقد ان احنا نمضي في هذا الطريق الان بعد عقود من الهيمنة والتبعية والاملاءات الاجنبية التي عوقت مسيرتنا، لعرفتنا طريق صحيح نعمل بيه تنمية وعدل اجتماعي ولا نعمل ديمقراطية حقيقية. لان انا ما بفصلش ابدا ما بين حق الناس في لقمة العيش الشريفة وما بين ديمقراطية حقة تحمي لكل المصريين حقوقهم في ظل دولة القانون وما بين الاستقلال الوطني. نعم، يعني تحديدا اللي حضرتك بتتحدث عنه الآن، بعض المحللين بيروا أن أحد أسباب المواجهة الدولية هي مخاوف ربما لدى الولايات المتحدة لدى الغرب من شبح أو تكرار شبح عبد الناصر مرة أخرى بصيغة أخرى. هل بترى بالفعل أن هذا أحد ملامح المشهد فعلا او احد العوامل اللي بتشكله دلوقتي؟ جمال عبد الناصر في تاريخنا الوطني المصري وفي تاريخنا القومي العربي هو العلامة الاعظم على فكرة الكرامة الوطنية، استقلال الوطن، الوحدة العربية، مقاومة الاستعمار، التصدي للعدو الصهيوني وللمؤامرات الصهيونية والاسرائيلية التي حاولت دائما وتحاول حتى الان ان تكسر ارادة هذا الشعب. فعبد الناصر بيستعاد الآن، هو بيستعاد بحنين شعبي لفكرتين كبار، الكرامة والاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وإنه ظهر الفقراء. هكذا يستعيد المصريون صورة جمال عبد الناصر. على ذكر العدالة الاجتماعية أستاذ حمدين، يعني البعض تحدث حتى الآن، يعني برغم كل المواجهات الدائرة هناك دائما الحديث عن العدالة الاجتماعية، حتى الآن لم تصدر أي قرارات تصب في هذا الصالح، برغم يعني الحديث عن قرب صدور قرارات متعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى من الأجور، قرارات جذرية. هل ترى أن هناك أي ملامح لصدور قرارات جذرية ترتبط بالعدالة الاجتماعية؟ هل هناك تشاور أو وعي من الحكومة الحالية لضرورة تقديم مكاسب سريعة في هذا السياق؟ أستاذ حمدين؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ حمدين صباحي، سنعود معنا. أستاذ حمدين حضرتك معنا على الهواء؟ نعم نعم، حضرتك معانا على الهواء دلوقتي استاذ حمدين. انا معاك يا استاذه منى. انا كنت سالت، اتفضلي يا فندم. عن العداله الاجتماعيه، اوافقك تماما على ان العداله الاجتماعيه فريضه غائبه عن هذه الحكومه. هذه الحكومه لم تلتفت حتى هذه اللحظه للاهميه القصوى للعداله الاجتماعيه. الملايين اللي خرجت في 30 يونيو وقبل كده في 25 يناير طالعه لانها عايزه تاخذ نصيبها في حياه كريمه ولقمه تعيش تحفظ لها حياتها الاقتصاديه والاجتماعيه. الحكومه لا تتقدم في هذا الاتجاه وهي ترتكب بهذا خطا جوهري، لان الجماهير دي ستبقى مع هذا الحكم ما بقى الحكم تحت امر الشعب اللي هو القائد والمعلم، وامر الشعب حاجتين، الامن والاكل. عاوز امن مستقر في هذا البلد، وعاوز فرصه لعداله اجتماعيه حقيقيه، وبالتأكيد يريد مسار ديمقراطي بإنجاز خارطة الطريق اللي أعلنت في 3 يوليو. دي المطالب الثلاثة الرئيسية للمصريين في اللحظة دي. أنا بعتقد حكومتنا مقصرة تقصير لا ينبغي إن احنا نسكت عليه في مطالب العدالة الاجتماعية. إيه القرارات اللي حضرتك متصور إنها كان يجب أن تكون أولوية على أجندة الحكومة الحالية لتسير الأمور بالتوازي، البحث عن الأمن ومواجهة ما يحدث في الشارع، وفي نفس الوقت بداية على الأقل إشعار الناس أنهم يسيرون في هذا الطريق؟ في العدالة الاجتماعية محتاجين قرار فوري برفع الحد الأدنى للأجور ل 1200 جنيه لكل العاملين على إنه يعدل وفق للتضخم. اثنين، محتاجين قرار ثوري باسقاط ديون الفلاحين المدينين والافراج عن المسجونين منهم
بسبب ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، محتاجين قرار بتشغيل المصانع المعطلة وتوجيه جزء رئيسي من العون الذي تلقيناه من الأشقاء العرب ليتمكن المستثمرين اللي تعطلوا أو تتمكن الدولة في المصانع التي ردت إليها بأحكام قضائية نهائية من إدارتها وإعادة تشغيل العمال اللي تعطلوا. محتاجين قرار يخرج كل الغارمين في السجون الذين دخلوا السجن لأنهم عاجزين عن سداد ديونهم في حدود حتى 15,000 جنيه. ودي القوات المسلحة مشكورة عن إزدادة بالنسبة للغارمات، وننتظر الغارمين. محتاجين أصحاب التاكسيات البيضاء اللي اتظلموا بدين باهظ لأن الدولة تجرت عليهم أن تسقط عنهم نصف ديونهم على الأقل. محتاجين إعادة نظر جادة في عدالة ضريبية تمكننا من أن احنا ننهض بواجبات العدل. هل ترى أن هذه الأمور يمكن أن تسير بالتوازي مع ما يحدث الآن في الشارع، ولا علينا أن احنا ننتظر على الأقل لغاية ما يتم استيعاب تهديدات داخلية وخارجية بنعاني منها في الوقت ده؟ أولا عاوز أنا زي كل المصريين قلبنا على بلدنا، عاوزين نحكم الدم المصري، عاوزين سيل الدم ده يتوقف، عاوزين ألم الأمهات على فقدان أبنائهم واللي نحسبهم جميعا بإذن الله في الجنة ونسأل الله ذلك ينتهي. إذا كنا بنحمل عن حق جماعة الإخوان وأنصارها المسؤولية عن هذا الدم، لأن هي اللي تحدد إرادة المصريين ولم تخضع لإرادة الشعب الذي يمنح ويمنع، وخرجت على شعبنا بالسلاح، ونحن الآن في لحظة حاسمة لابد أن نكسر هذا الإرهاب ولابد أن نرد هذا السهم. أنت دعوت بالأمس، قدمت الدعوة لعقد دورة استثنائية من الجامعة العربية، القمة العربية الاستثنائية لمكافحة الإرهاب. هل في بلورة للجهد ده من أجل تحويل هذه الدعوة لأنها تبقى فعلا دعوة رسمية؟ إحنا نترك هذه الدعوة الآن للقنوات الدبلوماسية عشان تمارسها، لكن كنت عاوز اقول لك ان احنا في اولويه للامن، لوقفه صامده صلبه منتصره بامر الله وعونه للشعب وادوات الدوله الوطنيه جيشنا وشرطتنا في مواجهه الارهاب. مع هذه الوقفه احنا محتاجين ان نتقدم باتجاه العداله الاجتماعيه بقرارات فوريه بدون تاجيل، لان اللي هيحضن هذه الدوله هو هذا الشعب، والشعب عاوز حقه في لقمة عيش نظيف. لا تأجيل لقرارات العدالة الاجتماعية تحت دعوة أن هناك مواجهة أمنية، والعدالة الاجتماعية تدعم هذه المواجهة الأمنية. العدالة الاجتماعية تدعم المواجهة ضد الإرهاب، ثم نمرة ثلاثة مواجهة هذا الإرهاب وإسقاطه وقطع دابره وفرض عين على كل مصري وطني ومصرية لا ينفي وجود حلول سياسية لابد أن تتبناها. على ذكر هذه الحلول السياسية، حضرتك دعوت إلى حوار، يمكن الدعوة إلى حوار الآن يعني على الأقل يحيط بها تساؤلات، حوار مع من وعلى أي أساس؟ لا أنا أرجو أن أكون واضحا في هذا. مصر مش هتحل أزمتها بحل أمني، مصر هتحل أزمتها بحل أمني في يد قابضة وسيف للقانون وسيادته لابد أن يهبط على كل يد آثمة تمتد بالعدوان على مصر أو كنائسها أو منشأتها أو دورها عبادتها أو مواطنيها. لكن هذا لا يكفي، هذه المواجهة مع الإرهاب لابد أن تكون مواجهة أمنية حاسمة باسم سيادة القانون، ومواجهة اجتماعية بإجراءات عدالة اجتماعية توحد هذا الشعب ورا دولته الوطنية. نعم. وبحلول سياسية كافية. إيه الحلول السياسية اللي حضرتك تقترحها أو تتوقعها؟ أنا نعم. واضح ولا زال خريطة الطريق لابد أن تتم. العدالة الانتقالية لابد من الدخول في ظل المقاومة الموجودة والعنف، وإحنا شايفين حتى بنعرض على الصور بعض المشاهد حتى اللي انفردنا ببعضها واللي تبين نقل العنف لمستوى جديد بيستخدم فيه سلاح تقيل. يعني على أي أساس هيكون الحوار وهيكون مع مين؟ الحوار مع كل الذين يؤمنون بحق الشعب المصري بإرادته كما تجلت في ثورة 30 يونيو استكمالا ثورة يناير، الذين يلقون السلاح، لا حوار مع الذين يرفعون السلاح في وجه الشعب المصري. أنا بقول مصر محتاجة السيف والندى، السيف القوة في مواجهة الذين يلجؤون إلى العنف
وينتهجون الإرهاب وسيلة لفرض إرادتهم على هذا الشعب العظيم ومن أجل كسر أدوات وأجهزة الدولة. الندى للذين لديهم رأي، احنا مفيش حد هيجي يقتلنا إلا وسنستخدم حقنا كدولة وشعب في الدفاع الشرعي عن النفس لكي نكسر الفتنة التي يريدونها بمصر. طيب في ظل موقف دولي بيرى المسألة بشكل مختلف، يرى أن ما يمارس في مصر هو عنف ضد أصحاب رأي ومتظاهرين سلميين بحسب ما يجي من وقت لآخر على لسان مسؤول غربي، وبحسب ما يعني حتى ينتظر غدا في عرض الاجتماع قمة في بروكسل لوزراء. نعم احنا قضيتنا قضية وطنية مصرية بامتياز. احنا دولة عظيمة بتواجه عدوان على ارادة شعبها ومؤسسات دولتها يتوسل بالعنف ويحمل السلاح. وهذا لا اذا كان في تعميم عليه نتيجة تقصير اعلاني او تواطؤ اعلاني غربي ضدنا او تقصير في بعض ادواتنا التي ينبغي ان توضح الصورة وعلينا ان احنا نتداركه جميعا، لكن انا واثق ان الموقف في العالم هيبقى تابع للموقف الوطني هنا، عشان كده انا اللي يهمني هو وحده ارادتنا الوطنيه الان. على ذكر الموقف العالمي استاذ حمدين، يعني كان من اللافت موقف دول امريكا اللاتينيه، دول وهي دول يعني كانت عاده ظهير لمصر وهي دول خلفيه يساريه، يعني على راسها فنزويلا اللي كان زعيمها الراحل بيصنف نفسه باعتباره مصريا اوجو تشافيز. هل تفاجات انت شخصيا بموقف فنزويلا والاكوادور وبوليفيا وغيرها من دول امريكا اللاتينيه؟ نعم انا تفاجات وتحدثت الى سفير فنزويلا وتربطنا به علاقه طيبه، وهو رجل يدرك جيدا ان هذه ثوره عظيمه ومتعاطف تماما معنا، واوضح لي ان هناك حجم هائل من المعلومات المغلوطه اللي موجوده في العاصمه الفنزويليه، عشان كده استدعوه للتشاور. وانا الحقيقه حملته خطاب شخصي الى رئيس فنزويلا، لانه هذا رجل يحمل مشاعر عظيمه تجاه مصر وتجاه عبد الناصر وقضايانا، وانا واثق من ان نتيجه هذا الخطاب والجهد الذي سيلعبه سفير فنزويلا انه سيعود باذن الله في وقت قريب. وطلبت من الرئيس الفنزويلي انه يلعب دوره في ان يوضح موقفنا كشعب يبحث عن ثوره تكتمل ويحقق العداله الاجتماعيه لكل العالم وبالذات دول امريكا اللاتينيه. انا واثق ان جهدي انا بذله في الفتره الجايه هيؤتي ثمره ويصحح هذا الموقف. هذه الجهود استغلال قوه مصر الناعمه، يعني بيان شيخ الازهر بالامس، بيان الكنيسه المصريه بالاضافه للمؤتمرات العالميه التي يعقدها مسؤول من وقت لاخر، كيف يمكن البناء عليها، كيف يمكن تفعيل بقيه ادوات مصر الناعمه وقدرتها على الوصول الى اماكن كثيره متجاوزه حتى وسائل الاعلام الغربيه. من المهم هنا ان القوى الشعبيه والمعبره عن الثقافه المصريه والابداع المصري والراي المصري وهو محل احترام ان تلعب دور الان في الاتصال بالعالم. ومهم ان القوى السياسيه المصريه، هيئات مجتمع مدني ونقابات واحزاب، ان تدير علاقتها الان باعلى درجه من الاهتمام بكل اصدقائها في وطننا العربي وفي العالم كله. اما انا ببعث رساله للرئيس الفنزويلي وانا ادرك ان هناك تقدير حقيقي متبادل، انا مطمئن انها باذن الله ستحدث اثرا. اعتقد من المهم ان تتشكل وفود شعبيه الان تزور هذه البلدان بحسب العلاقات بها في امريكا اللاتينيه، في وطننا العربي، في دول ذات تاثير على الميزان الدولي وبالذات روسيا والصين. أنا بكرة بلتقي بعدد من السفراء من بينهم سفير إيطاليا وسفير الهند، ثم بقية سفراء مجموعة الأوروبية وسفراء من أمريكا اللاتينية. أظن أن المصريين يمتلكوا علاقات فيها قدر من الثقة اللي تشكل تاريخيا. كل واحد له علاقة طيبة الآن في العالم عليه أنه يكرسها لصالح قضية شعبنا ودولتنا الوطنية وانتصارها على الإرهاب بإذن الله واستكمال هذه الثورة. أستاذ حمدين، بالمناسبة أخبار زيارة حضرتك لتل أبيب إيه؟ في خبر كانت نقلته بعض المواقع قالت إن حضرتك كنت ذهبت في زيارة مفاجئة إلى تل أبيب. أستغفر الله العظيم، حاشا لله حاشا لله. يعني اللي بيكذبوا عليهم أنهم ما يبقى عندهم حتى قدرة على الكذب، يعني يقولوا كذبة يمكن تصديقها. فيعني
أنا طبعا لم أكن خارج مصر أبدا من ساعة ما زرت الشقيقة العظيمة تونس من قبل، وحتى ما قدرتش أروح أعزي في أخي وصديق الحاج محمد البرامي مؤسس التيار الشعبي وشهيد الثورة هناك، وإن شاء الله لن أخرج من مصر إلا لو الاقتراح اللي كنت بتكلم فيه دلوقتي أن وفود فاعلة تذهب إلى دول العالم لشرح قضية ثورتنا والحصول على دعمها المستحق. أما فلسطين العظيمة الحبيبة فأنا زي كل قومي عربي وناصري مثلي مؤمن بمبادئه، إن شاء الله أتمنى أن أذهب إليها محررة من دنس الصهيونية ومن الاحتلال الصهيوني، مع كل عربي مسلم ومسيحي يحب هذا الوطن وينتصر لأمته العربية. لكن الطريق اللي هيمكننا إن أنا أعمل أنا وغير هذه الزيارة بإذن الله لفلسطين المحررة هو الانتصار في هذه اللحظة لإرادة الشعب المصري، للدولة الوطنية المصرية، لثورة مصر 25 يناير 30 يونيو، الوقوف بصلابة مع جيشنا وشرطتنا وأجهزة دولتنا الوطنية لكي يتم الله بإذنه وبفضله علينا نعمته ويدين مدده. وأنا بالغ اليقين في الله والثقة في قدرة شعبنا وأجهزة دولتنا وجيشنا وشرطتنا الوطنية سننتصر في هذه المعركة قريبا، والبشائر واضحة جدا، هدمة العنف بترتد وتنكسر، وعلينا بعد أن نكسر العنف ونقدم كل من دعا إلى العنف أو مارسه أو حرض عليه لمحاكمة عادلة أن نفتح الباب لكي نثبت أن حضن مصر يتسع لكل أبنائها ما دام خضعوا لإرادة شعبها ورموا هذا السلاح البغيض المدمر وتابوا وأنابوا وعادوا إلى الوطنية المصرية التي ينبغي أن ننتمي إليها جميعا وليس لأي مشروع سواه. سيد حمدين الصباحي زعيم التيار الشعبي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في هذه التغطية الحية والمتواصلة والمتصلة، نتابع من خلالها آخر وأهم تطورات الأحداث. ألفت انتباه حضراتكم إلى أن الصور التي نشاهدها الآن على الشاشة هي صور ننقلها إلى حضراتكم مباشرة. على الجانب الأيمن هذه الصور من مسجد الفتح الذي كانت النيابة قد ذهبت إليه لمعاينته في وقت سابق اليوم بعد أن تم إخلائه من المعتصمين فيه. الصور على الناحية الأخرى هي صور مباشرة من أمام المحكمة الدستورية، وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها قد أعلنوا عن مسيرات كان من المفترض أن يتوجه بعضها إلى المحكمة الدستورية، ثم في وقت سابق اليوم أعلنت عن عن إلغاء هذه المسيرات لما تحدثت عن أنه دواعي أمنية. بالطبع سنعود لكم مع مراسلين لنتأكد من غياب هذه المسيرات ومن وجودها، لأن بعض زميلنا كانوا قد أفادوا بأن بالفعل في عشرات من مسيرات تقدر حجمها بالعشرات قد انطلقت في بعض الأماكن، وسنتابع كل ذلك في سياق هذه التغطية. اسمحوا لي نتوقف الأول مع هذا التقرير الذي رصدنا من خلاله آخر تطورات ال 24 ساعة من أول إخلاء مسجد الفتح بالأمس وحتى وصولا إلى هذه المشاهد التي نعرضها على حضرتكم. نشاهد. خطوة جديدة للتصعيد أعلن عنها اليوم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى تنظيم عدة مسيرات تتوجه أمام المحكمة الدستورية العليا لتكثف قوات الأمن من تواجدها. من ناحية أخرى، قام أهالي مدينة رمسيس صباح اليوم بتنظيف محيط المنطقة بعد أن نجحت قوات الأمن أمس بإخلاء مسجد الفتح من أنصار الرئيس المعزول الذين اعتصموا داخل المسجد لمدة يوم كامل. اقتحام المسجد جاء بعد محاولات مستمرة لإخلاء المسجد سلميا. تعهدي للمعتصمين بعدم ملاحقتهم أمنيا وتوفير ممر آمن لخروج المعتصمين لحمايتهم من أهالي المنطقة.
منذ فضل الاعتصام، وتشهد محافظات مصر أحداث عنف متفرقة بلغت ذروتها أمس، لكن يخشى البعض أن تتكرر في الأيام المقبلة. صور محاولة اقتحام اسم حلوان بالأمس واللي تم إحباطها، وزي ما حضراتكم شفتم تفاصيل المحاولة مسجلة بالصوت والصورة في حلقة من مسلسل اقتحام السجون الذي قد يكون بالطريقة التي قد شاهدناها أو بطرق أكثر عنفا كما شاهدنا في أماكن أخرى باستخدام السلاح الثقيل. مشاهدينا، المعالجة الإعلامية الغربية كانت محور للكثير من حديث المسؤولين في مصر. توقف عندها بالأمس الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية، توقف عندها اليوم وزير الخارجية المصري الأستاذ وزير الخارجية المصري في مؤتمر الصحفي، وكانت هناك تساؤلات عن الطريقة التي ينقل بها الإعلام الغربي ما يحدث في مصر. حول رؤية الإعلام للغربي لما يحدث في مصر، المفارقة الموجودة والتناقض الواضح أحيانا بين ما ننقله ينقله هنا الإعلام المصري وما ينقله الإعلام الغربي والتساؤلات التي يثيرها ذلك، أرحب بضيفي على الهواء مباشرة الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة. أهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. خلينا نبدأ الأول بالجزء اللي تحدث فيه وزير الخارجية المصري اليوم في المؤتمر الصحفي عن الإعلام، ونعود للنقاش. المكافحة والصورة في الخارج المفروض أصلا هي مسؤولية الإعلام، إعلام بالتحديد المصري أو الأجنبي. أنتوا اللي بتغطوا الأحداث، وأنا لا أستطيع السيطرة والتحكم، ولا يجوز أن أحاول أن أفرض عليكم شيء. فإذا كان هناك تقصير في الخارج فاسألوا الحقيقة زملائكم في الإعلام الأجنبي هنا. ومع هذا أنا بقالي وزير وقت أقل من شهر، هذا ثاني أو ثالث مؤتمر صحفي أو يمكن رابع مؤتمر صحفي، لأنني مقتنع تماما أن علينا مسؤولية للتواجد أمام الإعلام، و
سنوفرك لكم معلومات وفي مادة ستتاح لكم، فضلا عن أننا كل ما نوفره لكم اليوم تم توفيره لسفارتنا في الخارج ويتم مرتين في اليوم طوال الشهر الماضي. إنما طبيعة الأمور والإخوة من الإعلام الأجنبي موجودين، طبيعة الأمور أن الصحف الأجنبية تنشر الأخبار عن مراسليها في الموقع، قد تستمع لرأي أو سفير أو غيره تستمع إليه فيما يتعلق بمقالات الرأي، إنما الأخبار دائما تنقل من الموقع ذاته. إذا أرجو أن الإعلام الأجنبي أن يتم تغطية الأحداث بالكامل. وقد التقيت مع بعض الزملاء من الإعلام الأجنبي وعذرتهم جزئيا بعض الشيء، ليس كليا، عذرتهم جزئيا بعض الشيء، أن أسلوب التعامل الإعلامي دائما يستهدف الحدث والعنوان ومقالات كثيرة، ومن ثم لا يتم بالشرح الوافي للأحداث. في أحداث كثيرة في التاريخ كان في الغالب الرواية المعتمدة هي رواية واحدة، نادرا ما كنا نستمع إلى أكثر من رواية أو أكثر من وجهة نظر. الآن مع هذا التطور الإعلامي الهائل أصبح الحدث الواحد له عشرات الروايات بحسب من يروي، كل يروي من زواته وكل يدعي أنه هو الذي يتحدث بلسان الحق، فيديوهات تقابلها فيديوهات مقابلة، وتفاصيل في الصورة تختلف فيها اللقطة المقربة عن اللقطة الواسعة، كل منهما قد تحمل رسالة عكس الأخرى. كيف يستطيع المشاهد أن يتبين الحقيقة؟ هل هناك سر وراء تغطية غربية؟ يعني العادي أو المألوف في هذه الحالة أن يحمل الإعلام المحلي ذنب أنه بالتأكيد أنه يكذب، أنه ينافق الدولة الموجود فيها، وأن بالتأكيد الإعلام الغربي هو الأصدق وهو الذي لا يحمل نوايا. في أيام كثيرة وفي أزمات كثيرة وفي أحداث كثيرة جدا حدثت في العالم خلال العامين التاليين، ربما تكون الكثير من الأمور المسلم بها تحتاج إلى مراجعة، ربما يحتاج نحن أيضا كحراس بوابات إلى مراجعة أنفسنا في الطريقة التي نحصل بها على الأخبار. أعتقد أن ده هيكون مجال خصب للدراسات الإعلامية يمكن 20 سنة اللي جاية دكتور صفت، إذا ربنا ادانا العمر وفضل في ما يمكن أن يدرس. لا ده هو مش يعني هو السنتين ونص اللي فاتوا دول يمكن أن نطلع بدراسات كثيرة مرتبطة بالإعلام والتحول السياسي مثلا، فوجدنا مداخل كثيرة يمكن توظيفها. مثلا يمكن أن نتحدث عن تأثير الخطب السياسية مثلا في صورة المرشح الرئاسي أو الزعيم السياسي. صحيح، صناعة الصورة الذهنية. لا يعني 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 أنت من الممكن أن تكون مفوها ولست وبالتالي تؤثر في الجماهير بطريقة أعمق من قدرتك الفعلية. وقد نحمل معطيات أخرى مرتبطة بدراسات الانتخابات مثلا وتأثيرها على المرشحين. إذا عدنا إلى المشهد بس يعني فكرة أن لم تعد هناك جهة تحتكر المعلومات، مفترض أن هذه ميزة، مفترض أنها تؤدي الوصول إلى ملامح أوضح في المشهد. الجزئية اللي أنت قدمتيها والطرح اللي قاله وزير الخارجية، أنا عايز بس أتحدث عن عدد من المسلمات حتى عندما ننطلق منها تبقى الصورة واضحة حتى للمتخصصين. هناك علاقة ارتباط بين السياسة الخارجية والإعلام. أي نشاط، أي صورة للدولة أو للزعماء خاصة في مراحل التحول السياسي ترتبط بوسائل وأدوات وقدرات إقناعية، وليس إعلام قنوات الاتصال الإعلامي العامة، لابد أن تكون هناك قنوات اتصال دبلوماسية مخابراتية إعلامية اتصالية ترتبط بقادة الرأي في هذه المجتمعات. يعني القصة الصحفيين اللي في سين دولة، قادة الرأي والكتاب اللي في صاد دولة، وهكذا. دي نقطة علشان نشوف ميكانيزم أو أسلوب العمل.
يعني الحقيقة يمكن في كتاب بيتوقف كثيرا أمام هذه المسألة، صدر ترجمته عن المركز الأعلى للثقافة في مصر وترجمه الأستاذ طلعت الشايب، وهو فكرة من يدفع للزمار يختار اللحن، وهو بيتكلم عن دور المخابرات الأمريكية في صناعة الكثير من الزمار، والإعلام أيضا بعلاقته بالسياسة الخارجية في مئات الدراسات في هذا المجال. وبالتالي في جزئية أخرى، الجزئية الأخرى بترتبط، يعني أنا عايز ألفت نظر حضرتك للصور التي نعرضها، دي صور لحريق كنيسة ملاوي بالمنيا، الحقيقة أن هذه الصور موجودة بكثرة، في العادة في العادة كانت مثل هذه الصور جديرة بأنها تتصدر نشرات الأخبار في العالم كله، دور عبادة تحترق يعني فيها كل ما المشاهدات. لا أنا عايز، لماذا أنا فاهم نعم. فاهم هوصل للنقطة دي، النقطة بتاعت الكنائس. في نقطة أخرى، التأثير الإعلامي عادة في على الجمهور الخارجي مرتبط بأي يعني بتأثيرات تراكمية، يعني التأثير تراكمي، مرحلة بتبني على مرحلة ومرحلة أخرى بتبني على مرحلة تالتة. عادة هناك صور تقليدية، هناك صورة تقليدية للتحول السياسي في الدول العربية والأفريقية التي يقودها قائد عسكري. الصورة التقليدية إيه؟ ان التحول السياسي اللي بيقوده قائد عسكري ايا كان ويتم خلع رئيس خارج مدته بغض النظر عن الظرف والواقع المصري، هذه الصورة توصف في الرأي العام الغربي انها انقلاب عسكري. صورة طيب، لكن هناك صور اخرى قوية جدا، صور عنف، صور حرق، صور أنا بتكلم لا انا بتكلم على 30 يونيو انا لسه ما وصلتش. طب قبل ما نوصل لهذه النقطة اسمح لي انا هقفز على مراحل زمنية للحظة اللي احنا فيها دلوقتي، وهنتقل الى امام المحكمة الدستورية من هناك، معي زميلنا خالد ابو عرب الذي ينضم الينا من هناك. خالد، كان مفروض ان في مسيرة ستصل الى المحكمة الدستورية العليا معلن عنها وتم التراجع عنها في وقت سابق من النهار، انت دلوقتي امام المحكمة الدستورية العليا، هل في اي تواجد للمسيرات ولا كان في التزام بالقرار اللي اعلنه ما يطلق عليه تحالف الشرعية اللي الغى هذه المسيرات؟ بالفعل استاذ منى، بدايه تحياتي لك ولكل ضيوفك. يعني الوضع الان، الهدوء الحذر في محيط المحكمه الدستوريه هو سيد الموقف في هذه الساعات. بدات عمليه حظر التجول في حيز، دخلت في حيز التنفيذ او في وضع التنفيذ. بالنسبه الى المسيرات، يعني دعيني اقول بشكل مختصر ما حدث اليوم منذ الصباح. يعني هناك تعزيزات امنيه كبيره كانت في محيط المحكمه الدستوريه العليا من قبل قوات الشرطه وقوات الجيش، كانت تحيط بالمحكمه الدستوريه من جميع الاتجاهات، وقامت بغلق كل مداخل ومخارج المحكمه الدستوريه. بالنسبه الى المسيرات، بالفعل يعني التحالف الوطني لدعم الشرعيه قام بدعوه الى مسيرات اليوم لمحاصره المحكمه الدستوريه، وايضا لا تظاهر في عدد كبير من الميادين في مصر مثل ميدان روكسي. ولكن يعني منذ ساعه ونصف تقريبا جاءت مسيره تحمل يعني ربما 100 او 200 شخص فقط، جاءت من منطقة حلوان تحمل أعداد لم تكن أعداد كبيرة، قاموا بالهتاف ضد قوات الجيش والشرطة، ويعني لم يستمر الأمر كثيرا، ويعني قوات الجيش والشرطة لم تتعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وهم لم يبقون كثيرا أمام المحكمة الدستورية وانسحبوا من أمام المحكمة الدستورية. بالنسبة إلى ما تسبب في تواجد هذه المسيرة، كانت هناك حالة من الشلل المروري تعم في محيط المحكمة الدستورية وأيضا في الشوارع الجانبية نظرا لغلق طريق الكورنيش المؤدي إلى المحكمة الدستورية. بالنسبة للدعوات إلى مسيرات ستأتي إلى المحكمة الدستورية، بالفعل التحالف الوطني لدعم الشرعية ألغى جميع المسيرات التي ستأتي إلى محيط المحكمة الدستورية، كانت منها مسيرة من المفترض أنها ستجتمع أمام مسجد الاستقامة في الجيزة، ولكنها ألغيت، وحتى الآن انسحبت جميع الأفراد وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم تكن أي يعني هناك أي مشاكل في محيط المحكمة الدستورية حتى الآن. وبالفعل كما ذكرت عملية حظر التجول دخلت في حيز التنفيذ. هل في النهار كان في اي انشطه، هل جلسات او العاملين في المحكمه الدستوريه العليا، هل كان العمل بيسير فيها بشكل طبيعي وفق للجدول الزمني ولما هو معروض عليها وليسير العمل المعتاد فيها في مثل هذا التوقيت؟
بالفعل استاذ منى، يعني ربما كان هناك تحسبا لحدوث اي مناوشات او اشتباكات في محيط المحكمه الدستوريه، ولكن يعني العمل تعلق لوقت كبير حتى يتم الانتهاء من فعاليات هذا اليوم، ولكن عندما استمر الامر على ما يرام واستمر الامر بشكل امني يعني حتى الان لم توجد اي مشاكل، ولكنها لم تستمر في القيام بمهامها نظرا او تحسبا لحدوث اي اشتباكات او عمليات عنف. الأمر الذي نريد أن نذكره أيضا أن أهالي منطقة المعادي قاموا بعمل مسيرات كبيرة من وقت إلى آخر تجوب أرجاء أو محيط المحكمة الدستورية تأييدا لقوات الجيش والشرطة وتضامنا معهم لحماية المحكمة الدستورية. شكرا جزيلا لك خالد أبو عرف زميلنا من أمام المحكمة الدستورية العليا في المعادي الذي تحدث عن مسيرة تقدر بالعشرات لم تستمر طويلا أمام المحكمة الدستورية العليا، وعن حالة من الهدوء يحيط بها الآن بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ. بعود إلى ضيفي مرة ثانية دكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة. دكتور، الحقيقة إن انتقادات للإعلام الغربي لم تكن فقط من مسؤولين مصريين. أنا أمامي بيان أصدره اليوم السيد فولد كهر رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، وأنا مهتمنا أقرأ لحضرتك. هو بيقول بنص كلماته إنه بعيدا عن أي انحيازات في الأزمة الداخلية الحالية أرى أنه من واجبنا تنبيه أعضائنا، وبيتحدث طبعا عن جمعية المراسلين الأجانب، إلى تزايد الأخطار التي تهددنا في أداء عملنا الصحفي وحتى في حياتنا. فللأسف لقي بعض الزملاء حتفهم بالفعل، وهم لم يقعوا ضحية لوضع فوضوي أو لتبادل إطلاق نار عشوائي، وليس من رجال شرطة أو من جنود من القوات المسلحة، بل قتلوا عن عمد من طرف الذين يطلقون على أنفسهم متظاهرين سلميين. في نفس البيان تحدث عن أنه هو نفسه أفلت اليوم من أعجوبة من رصاص قناص رخيص بحسب ما وصفه، صوب سلاحه نحوي على كوبري 15 مايو حيث كنت في الطريق لمقابلة بعض الأصدقاء، وفي هذه المرة أيضا لم يطلق الرصاص رجل من قوات الأمن. كان هناك عدد من المواطنين العاديين الذين شهدوا هذه الواقعة. في نفس بيانه اللي هو بيوجهه لأعضاء جمعيته جمعية المراسلين الأجانب، وهو عميد الصحفيين الأجانب الموجودين في القاهرة ومراسل صحيفة درش بيجل الألمانية، قال إنه عموما من الأمور الفظيعة حقا ما يرتكبه هؤلاء المتظاهرون من أفعال شنيعة، فهم يتهجمون على الناس على مزاجهم ولا يتورعون عن الاعتداء على دولتهم والمباني العامة وعدد متزايد من الكنائس ومنازل ومحلات الأقباط. بيقول إنه ليس من مهام وظيفتي كرئيس للمراسلين الأجانب أن أملي عليكم بتحليلاتي السياسية، غير أن ضميري وأدبي المهني يمليان علي أن أعبر عن شعوري بخيبة أمل شديدة فيما يخص التغطية الصحفية الناقصة وغير المتوازنة للحرب التي يشنها المتظاهرون السلميون على الدولة التي تستضيفنا، ولكن لم يفت الأوان. مرة تانية ده جزء من بيان رئيس جمعية المراسلين الأجانب ومراسل صحيفة درش بيجل الألمانية، متحدثا عن نجاته من محاولة قنص على يد من يطلقون على أنفسهم متظاهرين سلميين بحسب وصفه، يتحدث عن خيبة أمله من تغطية زملائه التي وصفها بأنها غير متوازنة وناقصة. تفسير حضرتك يعني هذه الانتقادات، تفسير حضرتك اصلا اذا اتفقت مع فولكهارد على ان هذه التغطية غير متوازنة وناقصة؟ في تصريحات اخرى من عدد من المراسلين ان المهام الصحفية التي كانوا يسعوا لاستكمال المعلومات من واقع الاحداث او من بعض المستشفيات، كمثلا كمستشفى الشرطة، قوبلت بالرفض من عدد كبير من الأهالي. إذن في حلقة مفقودة. إيه الحلقة المفقودة؟ هل هو نقص في إمداد المعلومات؟ لا لحظة. الهيئة العامة للاستعلامات ماذا تفعل؟ أنا أطرح هذا السؤال مهنيا تخصصيا إعلاميا. ماذا تفعل الهيئة العامة للاستعلامات منذ 30 يونيو، منذ مرحلة ما قبل 30 يونيو؟ هذا سؤال جميل. مهم جدا. لا سؤال. لازم أكمل. فضل. لازم. أولا، تم تغيير رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في 6 أغسطس. اثنين، تم انتداب رئيس جديد للهيئة العامة للاستعلامات هو السفير أمجد عبد الغفار في 6 أغسطس. السفير أمجد عبد الغفار
الذي انتدب رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات من 6 أغسطس لغاية النهاردة 18-19 أغسطس لم يأتي إلى القاهرة وموجود في جنيف. إذن الهيئة العامة للاستعلامات ليست لها رئيس يقودها ويدرك استراتيجية الإعلام الخارجي في هذه المرحلة الحساسة لتسهيل مهمة على الأقل المصر. 4 هناك دور معروف لإدارة المراسلين الأجانب داخل الهيئة العامة للاستعلامات في تيسير وتسهيل المهام التي تتعلق بالانتقال والتواجد في المصادر الإخبارية المختلفة وفي مواقع الأحداث من الهيئة العامة للاستعلامات. هذا الدور حاليا غائب. جميل. دور هيئة الاستعلامات على أهميته، لكن من المفترض أن المراسل الصحفي الجيد الذي يغطي في مناطق عالمية هو مدرب على التقاط المعلومات من أكثر من مصدر وبطرق مختلفة حتى لو لم تجد أصلا هيئة تعاونه. أنا هرجع لحضرتك هذه النقطة، لكن يبدو أن ليس فقط الصحفيين الأجانب الذين يعانون، الحقيقة أن الجماعة الصحفية عموما فقدت العديد من أعضائها في تغطية أحداث كثيرة، الكثيرون يتعرضون حتى على خلفيات مواقفهم لاعتداءات. زميلنا الأستاذ سعيد شعيب الكاتب الصحفي المعروف كان بالأمس كاد أن يقع ضحية لاعتداء حدث له في إحدى المناطق وهو ينضم إلينا على الهاتف ليحدثنا ويروي لنا ما الذي حدث معه. أولا أستاذ سعيد الحمد لله على السلامة. ما يسلمك أستاذ سعيد، لو تشرح لنا إيه اللي حصل مع حضرتك بالضبط وإيه خلفياته وكواليسه. بس مساء الخير على الدكتور صفر. أهلا وعلى المشاهدين. هو اللي حصل امبارح، كنت راجع من زيارة صديق في ولاء، وانا طالع كوبري طلع عليه 2 مسلحين، واحد جاي من الشمال وواحد في العربيه اللي جنبي اللي هو جنب السواق، عبد ذلك بعنف شديد جدا وشتيمه بشعه، والله يا كافر يا واطي زوج الاخوان احنا هنزيلك هنقتلك. يعني الحادث كان مقصود هنا وكان حضرتك شخصية محددة بالنسبة له، مش حادث عرضي او حادث مقصود. دولة الاخوان ده عنوان الكتاب بتاعي، ده صدر من 4-5 شهور تقريبا، عهد مسلم. وكان بيشتمني بالاسم كمان، يعني ده حضرتك. ففضل يكسر في انا طبعا لما بيهم في اللي انا شفت الواقع ازاي في الاول، في حد جاي من على الشمال جاي يجري في اتجاه العربية، فانا فرملت وانتبهت خفت لقيت ان انا هضربها يعني هدوسه بالعربيه. فهديت عشان انا وقفت فيها، ابتدى زميلي الثاني او اللي معاه يضرب بعنف شديد جدا، قالوا لي في القسم الشرطه بعد كده بعد ما عملوا المعاينه ان ضرب اللي على الازاز ده كان بيقولوا عليه دفشك او بتاع مسدس او سلاح آلي. فقعد هم يعني هم حاولوا يكسروا الازاز على حضرتك وانت في السياره؟ كسروه جامد. انا ما اعرفش هو ليه ما ضربش الصوت في الاول، الحمد لله نعم ربنا. ما اعرفش، بس هو كان في واحد ورا الثاني هو اللي بيضرب على الازاز وكانه يعني نوع من الحمايه ليه يعني. تمام. الصدفه البحته سواق عربيه سوزوكي نقل اللي هي الصغيره ديت وقف ورايا، كانت المسافه بينه وما بينه، خد بالك كل ده انا شفته او عرفته بعد ما الموضوع انتهى يعني. تمام. وقف ونزل بالكريك بتاع العربيه، جري في اتجاههم، فلما جري في اتجاههم جريوا، يعني رغم ان هم كانوا مسلحين ومعاهم سلاح ناري. ده تفسير واخد بال حضرتك ان هم انا يعني الكوبري مطلع كوبري بتاع ثروت ده انا تحتيه بولايه تكروز، فهم تصوروا ان اللي طالع يجري دوت مش لوحده، معلش ان جاي وراه ناس ثانيه علشان تضربهم. طبعا هم عندهم دلوقتي شعور ان الناس يعني او قطاعات كبيره من البلد وخاصه اهالي ولايه الدكرو، لان في اشتكاكات كانت سابقا يعني عند الاسم، لما رحت الاسم ولا عشان اعمل محضر لقيت في خيام الناس متفزعه قد ايه. فالصدفه البحته اللي هو السواق دوت هو البطل ده هو الحمد لله، لكن اللي حضرتك بتاكد عليه ان المساله كانت رصد شخصي لحضرتك، ذكرت بالاسم، ذكر كتابك اللي كان ضد الاخوان، وتمت عبارات خاصه بان تهديدك لهذا السبب. هل حضرتك تلقيت تهديدات؟ عايز اقول لحضرتك بس على خلفيه مهمه، ان انا من
يعني من حوالي اسبوعين جال على الفيسبوك على صفحتي على الفيسبوك في الانبوكس تهديدات وشتائم فظيعه وكمان على الموبايل بتاعي. بس هو الحقيقه الظروف ما كانتش سامحه يعني ان انا اروح في وسط اللي بيحصل كل ده اعمل بلاغ. وفي تهديد ثاني كان جاي لي بعد ما مصر مسك بشهرين جماعه اسمها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان بعت جواب لزوجتي بتهديدات برضه بالقتل. استاذه اسلام عزام الصحفيه الزميله. فريق يجيب خلفيه، طبعا في خلفيه ثانيه ابعد من 2006 اللي هم كانوا قدموا بلاغ للنائب العام وسؤال في البرلمان. طب هل في البلاغات السابقه دي يا استاذ سعيد حضرتك يعني قدمت بلاغات قبل، مش البلاغ اللي هو قبل اسبوعين، البلاغات السابقه عليها، هل حضرتك قدمت بلاغات؟ هل تم التوصل لمين اللي بيهدد حضرتك؟ طبعا انا قدمت بلاغ، بس في 2006 ده كان يعني معلومه مهمه ان انا كنت عامل حوار مع المرشد السابق اللي هو قال فيه وفي اعقاب الحوار دوت هم اتهموني بافتراء الاديان وخطابات تكفير على الفيس وحمله فظيعه جدا جدا. بس انا ساعتها قبل الثوره امتنعت عن تقديم البلاغات. يعني انا طبعا قدمت بلاغات بلاغ للنائب العام بعد الثوره، لكن تم دفنه في عهد النائب العام الاخواني. انا عايز اقول لك حاجه مفارقه مثلا المشاهدين مهم ان هم يعرفوها، ان انا عملت بلاغ عملت قضيه في المحكمه لان مهدي حاكم شتمني شتيمه صعبه جدا قذر يعني في برنامج تلفزيوني في رمضان. فقلت بقى يعني مش معقول قبل الثوره اسكت لهم وبعد الثوره اسكت لهم. وزاره الداخليه في عهد حكومه مرسي واخد بالك بعتت المحكمه قالت لها انها لم تستدل على عنوان مهدي عاكف. صوري. انا بشكر حضرتك والحمد لله على سلامتك يا استاذ سعيد، والحمد لله على نجاة حضرتك. ويعني الحقيقه ان ده برضو جزء من استهداف الزملاء الصحفيين، وده جانب اخر بيصعب مهمه الصحفيين المصريين والعرب والاجانب. الاستاذ سعيد شعيب كان اوفر حظا الحمد لله من صحفيين اخرين فقدوا حياتهم في تغطيه احداث، وبعضهم حتى في الرابعه العدويه. ففقدنا زميل من سكاي نيوز، وفقدنا زميله مراسله جلف نيوز، وفي اصابات كثيره، ويعني فقدنا عدد ربما بيخلي امر التغطيه مساله صعبه وكثير بيتم الاخذ عليه. هو في نوعين من الصعوبات او المشكلات او التهديدات اللي بتتعرض لها الاعلاميين. عدد منها له طبيعه مهنيه انه قد يتصادف نتيجه وجود الصحفي او الاعلامي او المصور او المحلل داخل الحدث مع اطلاق النار انه يتعرض لاي اطلاق عشوائي وقد يكون متعمد اذا تبين انه يصور مثلا مشهد قد يدين طرف او قد يمثل ادله وشواهد ضد احد الاطراف، او قد يستغل هذه الصوره او هذه الكاميرا او هذه اللقطه في توظيف قضائي في مرحله تاليه بعد ذلك، او يتم تصويرها وإعادة نشرها وبثها. وأشهر يمكن الحادث اللي حصلت مع كده زميل في الأهرام، كثير. زميل في الأهرام اللي تعرض في صوت يناير. طبعا طبعا في عشرات حسين أبو ضيف في أحداث الاتحادية غيرها من طبعا في مواقف تانية قد يتم فكرة التتبع للإعلاميين نتيجة آراء أو أفكار أو رؤى أو مواقف زي الأستاذ سعيد شوية بالظبط اتخذها في احاديث صحفيه او في مقالات او نتيجه تواجده في برامج معينه والى اخره. وبالتالي هذا الامر لو تركناه سيمثل تحدي لكل صاحب راي ومشكله قد تضع الجميع امام تهديد واضح. وبالتالي لابد من التحوط والتدقيق، وايضا ان احنا لابد ان احنا نفكر وانا هستعيد بعض الكلمات اللي كان بيتكلم فيها الفريق السيسي ان دي بلدنا. يعني 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 لازم ندرك ان مصر دي بلدنا، وانه التأكيد على ثقافة الاختلاف، التأكيد على قيم المواطنة. وبالتالي مسألة حرق 37 كنيسة هذا امر يمثل مشكلة كبيرة ستؤثر على أجيال قادمة. يعني أنا لما أسمع مثلا الأطفال علشان نتصور صورة ما حدث في الغرب والصورة اللي ممكن يتم توظيفها، ودي أهمية المؤتمرات الصحفية اللي تم
اللي عقدت بالأمس واليوم. هذه المؤتمرات تأخرت كثيرا، كانت تفتقد متحدثين. يعني أنا سعيد بأداء الدكتور حجازي بالأمس، وأيضا سعيد بالأدلة والشواهد اللي تم توظيفها في مؤتمر وزارة الخارجية النهاردة، لكن كنت أتمنى أنه هذا الجهد يبدأ من مرحلة ما قبل 30 يونيو. أنا الحقيقة في نقطة يمكن بتوقف عندها وحابة أن هيك أعرضها عليك، هل بالفعل أن ممكن هذه المؤتمرات الصحفية تجبر النقص إذا كان سببه تجاهل متعمد، يصعب تجاهل مؤتمر صحفي عالمي لوزير بينما يسهل على مراسل أن يكون انتقائيا إذا أراد ذلك؟ وبرجع لحضرتك أستمع إلى رأيك، لكن اسمح لي أنتقل إلى ميدان رمسيس، معي من هناك زميلنا محمد جمال من أمام مسجد الفتح. مسجد الفتح اليوم كان مسرحا لمعاينة أجرتها النيابة للمسجد بعد إخلائه بالأمس من المعتصمين. محمد، تابعت هذه المعاينة؟ هل استطعت أن تجمع معلومات عن أهم ما توصلت إليه؟ نعم أستاذة منى، بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم، أتحدث إليك الآن من داخل ميدان رمسيس وتحديدا أمام مسجد الفتح. هذا المسجد الذي استقبل اليوم في تمام الساعة 3 فريقا من النيابة العامة بمعاونة فريق من وزارة الداخلية، قاموا بمعاينة مسرح الأحداث أمس وهو مسجد الفتح. فريق النيابة تم أو قام بمعاينة ساحة الصلاة في مسجد الفتح، إضافة إلى قاعة خاصة بنقابة الدعاء، إضافة إلى الطابق الآخر الملحق بمسجد الفتح، إضافة إلى الميزانة التي كان هناك كثير من التفاصيل والملابسات حول مدى صحة إطلاق النيران من هذه الميزانة. فريق النيابة توصل إلى تحريز عدد من فوارغ طلقات آلية في محيط المسجد، إضافة بالطبع إلى معاينة بقع من الدماء كانت داخل ساحة الصلاة. يعني كان فريق النيابة بقيادة المستشار أحمد حزيمة، وهو كان هو وكيل النيابة أو عفوا رئيس النيابة الذي كان يقوم بالمعاينة. هذا ما توصلت إليه النيابة. أما في الوقت الذي أتحدث إليك فيه الآن فهو حالة من الهدوء الحذر تسود ميدان رمسيس ومحيط مسجد الفتح بعد تطبيق قرار حظر التجوال اليوم في تمام الساعة 7. قوات الجيش قامت بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى ميدان رمسيس ومحيط مسجد الفتح باستخدام انتشار مكثف للآليات العسكرية ولمدرعات الجيش. قوات الجيش يعني من خلفي الآن تقوم على تفتيش المتظاهرين الخارقين لحظر التجوال، وبالطبع هم يعني كما أكد لنا قائد القوى المتواجد هنا، هم يعني لا يتعمدون خرق حظر التجوال وإنما هم من العالقين في الشوارع أو الخارجين من أعمالهم في وقت قريب من بدء تطبيق حظر التجوال، وتقوم قوات الجيش بالاطلاع على هويتهم الشخصية إضافة على تفتيشهم والتأكد على عدم حملهم لأي أسلحة، ويعني تتخذ قوات الجيش الإجراءات المناسبة عقب هذا التفتيش، إما التحفظ عليهم أو إما إطلاق سراحهم للعودة إلى منازلهم. أما بالنسبة على ساري الآن فهو كوبري أكتوبر، فهو يعني لا تواجد إطلاقا لأي من السيارات عليه، فعقب تطبيق قرار حظر التجوال قلت حركة المرور بصفة أو بصورة كبيرة جدا، وقلت عدد السيارات في الشوارع. يعني ما بين حين وآخر نلحظ مرور لمجموعة قليلة من المواطنين، يعني هم كما أشرت محمد يعني بالعودة إلى في هذا الوقت. نعم. بالطبع بالعودة إلى المعاينة التي تمت اليوم، هل تم تحريز أي سلاح كان موجود في الجامعة؟ هل وجدت أي أسلحة موجودة في الجامعة؟ يعني خرج المعتصمين خرجوا أمام الناس، مؤكد تم تفتيشهم ومعرفة إن كان معهم سلاح ولا لأ، لكن هل تم وجود أي أسلحة أو تحريز أي ما يدل على إن هؤلاء المعتصمين كان بالفعل لديهم أسلحة؟ كاميرا دريم رافقت فريق النيابة العامة أثناء معاينة لمسجد الفتح اليوم، وكان يعني لم يتم
تحريز أي أسلحة متواجدة داخل المسجد، لم توجد أي أسلحة، اقتصر الأمر على بعض الفوارغ للطلقات الآلية التي استخدمت في اشتباكات الأمس، وتم تحريز بعض يعني الشاش والقطن وما يشبه ذلك، بعض الأغراض الطبية التي كانت تستعمل أو تستخدم في إسعاف المصابين الأمس، بالإضافة إلى طبعا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المقتنيات وتحريزها، إضافة بالطبع إلى أن القوات صعدت إلى الميزانة للتأكد من أن كان تم إطلاق نار بالفعل من داخل الميزانة وما يشبه ذلك من وجود بعض العناصر التي تدل على وجود سلاح مستخدم في هذا المكان بالأمس. يعني فريق النيابة حرص على معاينة الميزانة بعدما ترددت الأنباء عن وجود أسلحة وإطلاق نار بصفة عشوائية من هذه الميزانة، ولكن قوات النيابة لم تعثر على طلقات نارية في هذه الميزانة. الطلقات النارية التي تم رصدها أو تحريزها من قبل فريق النيابة كانت في ساحة المسجد وفي محيط المسجد من الداخل. شكرا جزيلا لك يا محمد، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. محمد جمال مراسلنا من أمام مسجد الفتح. وأعود إلى الاستوديو، أعود إلى ضيفي مرة تانية دكتور صفوة العالم، وبسأل حضرتك الوصف اللي استخدمه رئيس جمعية المراسلين الأجانب من نقل غير متوازن وغير ناقص، إذا اتفقت معه في هذا الوصف فيعني كيف تفسره؟ هو الحقيقة أنا شايف أنه الجهود التي بذلت في الأيام القليلة الماضية كان لها دور كبير في تصحيح الصورة نسبيا لدى عدد من المراسلين، وهو الأمر الذي دفع رئيس هذه الجمعية بإصدار هذا البيان نتيجة، وأنا شفته في أكثر من لقاء، يعني كان متحمسا ومتابعا لكل الإجراءات التي تمت، وأيضا هو يتابع الأحداث من الميدان ومن الواقع، وخاصة وهو يجيد اللغة العربية. لكن النقطة اللي أنا بقولها وهي تمثل خطورة، إن الهيئة العامة للاستعلامات دورها غائب، وكان يجب على إدارة الإعلام الخارجي في مصر والمستشارين الإعلاميين والقائمين بالاتصال أن يقوموا بدور فاعل وتراكمي وأساسي في مرحلة ما قبل 30. جميل، لا أحد يناقش في ذلك، لكن السؤال من الناحية الثانية، وبرضو برجع بكرر سؤالي لحضرتك، عادة المراسل المحترف يستطيع الوصول إلى المعلومة أو يحاول أو يتحرى. أنا لا أترك، نعم، أنا ممكن أضع المراسل في تحدي عندما أوفر له المعلومات. مع صعوبة الميدان اللي بيوفر له معلومات، مع سرعة الخبر، مع سرعة النقل، يمكن أن يسرع بالبث في معلومات قد تكون غير دقيقة لكن وصلت له قبل الطرف الآخر. يعني أنا من يحرص على إمداده بمعلومات قد تكون غير دقيقة. طبعا طبعا، وبالتالي وهي الخطورة، هنا الخطورة في كيف يمكن للمراسل أن يعتمد على أكثر من مصدر. أمام تلكؤ وتباطؤ أحد المصادر قد يتعاظم فرص مصدر آخر، ويعتمد رؤيته. يعني قد تكون صاحبة القضية والقضية عادلة، لكن تلكؤك في توصيل المعلومات للإعلامي يتسبب في أن الطرف صاحب القضية غير العادلة لديه الفرصة في تشويه الصورة، ولديه الفرصة في نقل المعلومات انتقائيا بصورة لا تتوافق مع الواقع المعاش في الميدان. وبالتالي حرصي على نقل وتوصيل المعلومات، ليس هذا فقط، أدوات الإعلام الخارجي ليست مراسل موجود هنا، لكن لا، في مستشارين إعلاميين موجودين في الخارج، صحيح، في ملحقات إعلامية موجودة في السفارات، في دور تكنولوجي للهيئة العامة للاستعلامات، في إدارة يجب أن تتعامل. وبالتالي مثلا هقول لك أمثلة عوامل اختيار المستشار الإعلامي. أنا كنت أحيانا ببقى عضو في مقابلة عدد من الإعلاميين اللي يتم ابتعاثهم للخارج، في نوعين، يا صغير السن يتم اختياره وفقا للمحسوبية
وانه ابن فلان وعلان، يا اما عنده 57 سنة ومكافأة نهاية بنوديه لنهاية. جميل، يعني قبل كل هذه الاشياء تستحق يعني ولا يجيد ولا يجيد لغه البلد التي يسكن، التكنولوجيا واللغه. جميل. والتعامل مع الادوات، كل هذه الاشياء تحتاج اكيد لاعاده النظر. هذا امر، لكن نحن في صدد ازمه. البعض طلب مثلا بان يكون هناك مركز اعلامي يعقد مؤتمر صحفي ويعطي ما يطلق عليه بريف للصحفيين في فترات متقاربه من اليوم او اكثر من مره من طبعا اليوم. طبعا انا شوفي انا سكت قد ايه، ويوفر صور. سكت قد ايه؟ نعم طبعا. يعني انا محتاج مثلا قضيه ضرب الكنائس دي محتاجة سي دي متكامل. ده تقدم النهاردة في المؤتمر الصحفي؟ لا مش النهاردة، منذ بدأت الأحداث. أنا محتاج أبرز قضية إن ما حدث انقلاب أم هو استجابة لشرعية المظاهرات التي طالب بها مش قضية إن أنا شفت ده في مصر. قضية إن ده يصل للخارج. قضية مثلا الاعتداء على رجال الشرطة، 35 أو أقسام شرطة عديدة تعرضت ل التدمير، تعرض مسؤولي شرطه الكرداسة. يجب ان يكون هناك من يوثق هذه الصور والمعلومات والبيانات بشكل جيد لمن يعمل قنوات الاتصال. نعم. قنوات النهارده بيتقال ان يوم الاثنين بكره في وفود ستصل الى بعض الدول من السياسيين والمجتمع المحلي. نعم. كان ممكن هذه الوفود تصل بصوره مصر. النهاردة فات 50 يوم على 30 يونيو. يبقى أنا بوصل متأخر. التأثير الإعلامي له تأثير تراكمي. صحيح. الصورة اللي ثبتت في الأذهان أن هناك مصر فيها تحول، ممكن أن نقول في أحسن الصور أنه أشبه بانقلاب عسكري. المرحلة الأولى أن أنا أقول هذا ليس انقلابا، هذا استجابة لكذا وكذا. نمرة اتنين، الخطوات، الإسراع بالخطوات وإبرازها إعلاميا. لما تجتمع لجنة الخمسين لوضع دستور جديد أو لتنقيح بعض مواد الدستور، هذه مرحلة مهمة. الإعلان الواضح عن تاريخ الانتخابات لمجلس الشعب وللرئاسة القادمة لابد أن يكون واضح في أجندة المجتمع وفي يعني الإعلام الغربي وفي حوارات الإعلاميين وفي لقاءات وزير الخارجية. يعني الحقيقة أن استخدام الإعلام بشكل من الأشكال الحقيقة بيفتح باب لمجالات كثيرة ولحوارات كثيرة ولدراسات حتى كثيرة، باعتبار أنه واضح أن جانب كثير الآن من المعارك الدبلوماسية أو السياسية. يعني اسمح لنا نحن نرجئها لحوار آخر حضرتك. بس في نقطة مهمة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، منذ أكثر من 10 سنوات تطلع رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات بسفير كمرحلة انتداب قد لا يجيد خبرة إعلامية وقد لا يكون متخصص في الإعلام الخارجي أو الإعلام الداخلي، ويطلع برئاسة الهيئة العامة للاستعلامات كنهاية للخدمة مثلا أو كميزة نوعية دون أن يكون متخصص في إدارة مؤسسة إعلامية كبيرة. مسائل كثيرة تحتاج لإعادة نظر في الخطاب الإعلامي، لكن على كل الأحوال زي ما قلت لحضرتك أن في جوانب كثيرة حتى من طريقة تكوين الرسالة الإعلامية طبعا تحتاج إلى التوقف عندها، وأكيد أن ده موضوع ممتد ومستمر طوال تغطيتنا. أنا بشكر حضرتك الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، ومشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية الحية والمتواصلة. أعود وألتقيكم بعد هذه الوقفة القصيرة، ابقوا معنا.